يعني ايه بتعمل كده؟ طب بص، عشان بس الفيديو بدأ، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم بس شوية كده على بعض انواع الاتاك. تمام. اول مثلا نوع من انواع الاتاك، اللي هو الفيزيكال انستليشن. يعني ايه فيزيكال انستليشن؟ المفترض ان اول حاجه بنهتم بيها ان انا اساسا بتاكد ان المكان بتاعي سكيورد، ما احطش الراوترز تحت بير السلم على سبيل المثال، يحصل عليه بس الريكفري واقعد انا اعيط. المفروض ان الديفايس دي بتبقى موجوده في مكان بنسميه سيرفر روم او داتا سنتر. المكان ده بيبقى مقفول لوكت. تمام. المفروض مثلا يبقى فيه مونيتورنج، كاميرات مراقبه. تمام. في بعض انواع الشركات، لما اوقف الفيديو هبقى اقول لكم اسم مكان معين، يعني مكان اصلا السيرفر روم عشان تدخله بايرش برنت، تكتب بين نمبر وايرش برنت وميس عشان بس تعرف تدخل المكان ده في مصر. على فكره انا قلت لكم قبل كده. طب تمام ماشي. ده اول حاجه. بعد كده انفايرمنتال فاريبلز، يعني ايه؟ اهتم بدرجه الحراره، درجه الرطوبه، يبقى في اجهزه تكييف. تمام. يبقى في اجهزه يو بي اس عشان لو الكهرباء قطعت، يبقى في اجهزه الارم، تمبريتشر الارم عشان لا قدر الله لو حصل حريقه او حاجه. تمام. النوع اللي بعديه من الاتاك ريكونسنس اتاك. ريكونسنس كتركيبه معناها حب استطلاع. على سبيل المثال، اول نوع من انواع ريكونسنس اتاك باكيت سنيفر. ايه الباكيت سنيفر ده؟ عن طريق اساسا برامج زي مثلا الواير شارك او الايثر كاب. البرامج دي بتكابتشر الترافيك اللي ماشي عندي في الشبكه. فلاشتك انت مفرمطها بالفيت، صح؟ تمام. برامج زي اتفقنا واير شارك وزي مين؟ اتركيب بتعمل كابتشر للترافيك، واعتقد ان احنا طول الكورس عمالين نعمل كابتشر للترافيك. تمام. انا دلوقتي لما عملت كابتشر للترافيك عملت اتاك على الشبكه؟ لا، انا طلعت بمعلومه، هي دي اللي احنا بنسميها ريكونسنس اتاك، طلعت بمعلومه. بس بي فيري كيرفول، لو انت اكتشفت اصلا ان حد دلوقتي بيعمل عليك ريكونسنس اتاك، مش جايز ده يكون مقدمه لهجوم اكبر؟ هو انا بجمع داتا ليه؟ صح. تمام. بعد كده النوع اللي بعدين من الاتاك بينج سويب. ايه البينج سويب؟ على سبيل المثال مثلا برنامج زي انجري اي بي سكانر. تمام. ده برنامج بننزله فور فري من على جوجل، برنامج سهل جدا، يعني جاست ان انت بتديله نتورك كامله او بتديله رينج من الايبيات من كذا لكذا. البرنامج ده يقعد يدي بنجايه كده، يبلغ على كل اي بي من الاي بيهات دي، بنجايه بنجايه بنجايه. تمام. بحيث بعد كده يديك لسته بكل الاي بيهات الافيلابل اللي موجوده على الشبكه. انت طلعت بمعلومه؟ عملت بيها حاجه؟ لا، ده اللي بقول لكم عليه ريكونسنس. انت جمعت الاي بيهات اللي افيلابل في الشبكه، بس بتجمعها ليه؟ اكيد مقدمه لهجوم اكبر. تمام. على سبيل المثال اكتشفت ان في اي بي فيهم افيلابل قايم، هتنزل بعد كده على سبيل المثال برنامج ان ماب او بورت سكان. في برنامج اسمه بورت سكانر، تمام، برضه فور فري على جوجل. لو نزلت البرنامج ده تحط فيه الاي بي الافيلابل المتاح عندك اللي قايم في الشبكه، وتقول له سكان على البورتات. تمام. هيبدا يسكان على كل البورتات. اكتشفت على سبيل المثال ان بورت 80 مفتوح عليه، تروح داخل بعد كده على جوجل تعمل سيرش على اي برنامج اتاك يعمل اتاك على بورت 80. واضحه؟ عندكم طالعه. بعد كده في كمان الانترنت داتا بيز. ايه الانترنت داتا بيز ده بقى؟ في نوع من انواع، هي مش اتاك، هو خدمه اساسا، يعني اسمها هو از لوك اب. يعني لو دخلنا كده على جوجل وعملت سيرش على هو از لوك اب، تمام، احنا مثلا عندنا في الشركه شاريين دومين. تمام. اي شركه في الدنيا بتبقى شاريه دومين، كل دي مواقع بتعمل لي الهو از لوك اب. انا مثلا عاجبني دومين معين وعايزه اشتريه، مش جايز تكون في شركه تانية شاريه، فالمفترض ان انا بدخل على اي موقع من المواقع بتاعت الهو از لوك اب دي وبسيرش على اسم الدومين قبل ما افكر ان انا اشتريه، عشان لو لقيته متباع خلاص. طب انا مصره دلوقتي ان انا اشتري الدومين ده، فالمفترض ان الهو از لوك اب دي عباره عن داتا بيس فيها كل الدومينز ومعلومات عن مين هي الناس اللي اشترت الدومينز ده. تمام. الايميل، الموبايل، الريجستريشن بتاعهم من كام لكام، اخر مره اتعمل له رينيو امتى. تمام. عشان انا لو حبيت مثلا ان انا اشتري الدومين ده من صاحب الدومين اكونتاكت معاه واشتري الدومين. وانت بتشتري الدومين اساسا ممكن تطلب ان انت تخفي معلوماتك عن الهو اس لوك اب، عن الخدمه بتاعت الهو اس لوك اب. ليه بقى؟ انا قررت ان انا اتاك موقع معين. قررت ان انا اتاك ايه يا شباب؟ موقع معين. اول حاجه بتخطر في بالي دايما ايه؟ بجمع معلومات، صح؟ فهجمع معلومات عن الموقع منين؟
من هو از لوك اب. سي مثلا دلوقتي عايزه اعمل سيرش على سيسكو دوت كوم، زمالك دوت كوم. تمام. بيقول لي دلوقتي سيسكو دوت كوم از اوريدي ريجسترد، تمام، وجايب لي معلومات عن سيسكو. طبعا هنا سيسكو اكيد مش جايبه معلومات بقى الايميل ورقم الموبايل والكلام ده، عشان كده بقول لكم على حسب انت طلبت معلومات اللي تظهر ومعلومات اللي تختفي. واضحه؟ دي الخدمه بتاعت مين؟ الهو از لوك اب. طب انت جمعت معلومات ريكونسنس اتاك، انت عمال تجمع معلومات ليه؟ عشان في الاخر تعمل اكسس على السيستم. يبقى النوع الرابع اكسس اتاك. اول نوع من انواع الاتاك باسورد اتاك، وعارفه ان انا كاتبه باسورد غلط. تمام؟ اول نوع من انواع الاتاك بتاع الباسورد بروت فورس. بروت فورس ده عن طريق برامج بتفضل بنظام تباديد وتوفيق تجرب كل الطرق الممكنه عشان توصل للباسورد. طبعا كل ما امكانيات الجهاز بتاعك عاليه، كل ما معنى كده ان انت بتسرع عمليه البروت فورس اتاك. ده في بعض الابلكيشنز بتوزع الحمل على مجموعه من الاجهزه بحيث ان اللود يتوزع على مجموعه كبيره من البروسيسورز. تمام. النوع اللي بعديه ديكشنري اتاك. ايه الديكشنري اتاك؟ في ناس بتستخدم وتحط الباسورد كلمه مكتوبه في الديكشنري، تلفزيون، كمبيوتر، بروسيسور، مش عارفه ايه، اي كلمه مكتوبه في الدكشنري. وعشان كده اساسا تيجي ان انت تكتب الباسورد بتاعك على الموقع بتاع النت اكيد مثلا، تغير الباسورد اسرع. تمام. يقول لك ايه؟ لا سوري، الباسورد ده عرضه للدكشنري اتاك، حط باسورد تاني. بيحاول يحميه، لان في برامج مثلا انت بتنزل دكشنري كامل وتدخله جوه برنامج، البرنامج ده بيفضل يجرب الكلمات اللي موجوده في الدكشنري كلمه كلمه لغايه ما يوصل للباسورد بتاعك. واضحة؟ اوكي. اللي بعديه تراست اكسبلويتيشن. ايه تراست اكسبلويتيشن ده بقى؟ قال لك ده اساسا استغلال ثقة. بمعنى هفترض دلوقتي مثلا ان انا عندي سيرفر جماعة بتاع مايكروسوفت، عندي سيرفر اكتف دايركتوري على سبيل المثال، اكتف دايركتوري 1، اكتف دايركتوري 2، اكتف دايركتوري 3، وانا عملت بيلد للتراست ما بين ده وما بين ده، بنيت هنا حاجه اسمها تراست. تراست يعني ايه؟ يعني معناها ان اليوزرز اللي موجودين عندي في الدومين ده يقدروا ياكسسوا الريسورسز سواء شيرنج او برنترز وات ايفر والعكس. وجيت عملت تراست ما بيني وما بين الاكتف دايركتوري ده، يبقى انا بنيت تراست ما بين واحد واثنين من ناحيه وواحد وثلاثه من ناحيه. ده مش معناه ان اثنين وثلاثه يثقوا في بعض. تمام. لكن في تول كده بنستخدمها، قال لك ساعتها انا بستغل الثقه اللي موجوده عن طريق اكتف دايركتوري 1 عشان اقدر ان انا اخترق السيرفر ده. عن طريق اصلا ايه يا شباب؟ اقدر اخترق مين؟ السيرفر ده. تمام. طيب تول كده اسمها نيت كيت. تمام. النوع اللي بعديه من الاتاك مان ان ذا ميدل اتاك. اعتقد طول القصة هريره بالمان ان ذا ميدل اتاك. بعد كده النوع اللي بعديه دينايل اوف سيرفيس اتاك. كلمه دينايل اوف سيرفيس معناه ان انا عايزه اوقع سيرفيس معينه عايزاها مش تبقى افيلابل بالنسبه لليوزرز، بالنسبه للكاستمرز. تمام. الدينايل اوف سيرفيس اتاك في عندي اكتر من نوع. على سبيل المثال مثلا بنسميه الدوس اتاك، على سبيل المثال مثلا البينج فلود، على سبيل المثال الميل بومب، على سبيل المثال السن اتاك. نمسك واحده واحده. بينج فلود ده اتكلمنا عنه في اول الكورس، ان انا ممكن ان انا مثلا اتارجت ديستنيشن معين، سيرفر معين، نبقى ناس كتير نتفق ان احنا نبنج على السيرفر ده بعدد كبير من البنجات ونديله كمان ماينس تي. تمام. هيقعد ان هو يربلاي على عليا ولا على غيري ولا على غيري، هيجي عند لحظه معينه زي ما اتفقنا ويكراش. تمام. يبقى انا ساعتها خليت السيرفيس ان افيلابل بالنسبه لليوزرز ولا لا. الميل بومب، ايه حوار الميل بومب؟ كان في برنامج اصلا زمان واحنا عيال صغيرين كده بنلعب بيه اسمه ميل بومب. تمام. البرنامج ده مثلا انا دلوقتي متغاظه من رفيعي، تمام، فعايزه ايه؟ اتاك او مش اتاك، ادمر الميل بوكس بتاعه. كان زمان لو توع الكلام ده اول ما نزل الياهو والهوت ميل، كان الهوت ميل اول لما نزل اساسا كان حجم الانبوكس على ما اتذكر كان 25 ميجا. تمام. حجم الانبوكس اصلا، ولو كان اصلا حجم الميل بوكس ده اتملى كانت مايكروسوفت بتقفل الاكونت خالص، وكنا ساعات نغير الدوله بقى عشان ناخد 250 ميجا. فاكر الكلام ده؟ قال يعني احنا بقى عيال صايعه بقى كده. ايه؟ كان على الهوت ميل الكلام ده. تمام.
الياهو اول ما دي نزل حقيقة اساسا كان حجمه كبير، مش فاكره كام بالظبط، بس كان حجمه اكبر بكتير. تمام. انما الهوت ميل زي ما اتفقنا كان حجم الاندوكس صغير، وفي نفس الوقت لو اتملى كانت مايكروسوفت بتقفل الاكونت كله. فانا متغاظه من رفاعي، عايزه اقفل له الاندوكس بتاعه، الميل بوكس بتاعه. فكنت اعمل ايه؟ بنزل برنامج الميل بوك، وكمان ممكن اعمل اتاشمنت الفايل عشان يملى الانبوكس بسرعه. تمام. وبعد كده مجرد ما اقول له بام يفضل يبعت له رسائل كتير 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 تقفل الاكونت بتاعه. ويا سلام بقى لو كنت فاتح ساعتها الماسنجر، تلاقي كل شويه جنب الساعه نيو مسج نيو مسج نيو مسج، والجهاز اصلا كان كل رماته 128 ولا 256 يروح اصلا مهنج، وكانت ايام ما يعلم بها الا ربنا. الفكره دلوقتي ان انا مش عايزه ان انا اقفل الانبوكس بتاع يوزر، لان طبعا دلوقتي كل اليوزرز بيتطبق عليهم كوتا. حاجه كمان، لو اليوزر وصل للمساحه الماكسيمم اللي هي الكوتا بتاعته، ده مش معناه ان الانبوكس بتاعه هيتقفل، جاست ان هو مش هيقدر ان هو يبعت رسائل جديده او يستقبل الرسائل الجديده. تمام. فلازم يفضي مساحه الاول. نفس الفكره، بقول كل الانبوكس بيعمل كده. والاكستشينج والكلام ده كله برضه مش هتقدر ان انت تستقبل جديد. تمام. بس الفكره دلوقتي في حاجه، ان انا مثلا عندي ميل سيرفر خاص بينا هنا في الشركه، انا عايزه ان انا مثلا او حد عايز يدمر الميل بوكس بتاعي، مش الميل بوكس اسف، الميل سيرفر بتاعي، يعمل ايه؟ يبدا يبعت رسائل وهميه لكل اليوزرز اللي عندي. هي الرسائل دي موجوده فين؟ على الهارد بتاع الميل سيرفر، صح؟ هيفضل الهارد يتملي 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 لغايه ما يجي عند لحظه معينه اكيد هيكراش. انت شفتوا اصلا الهاردات اصلا اول ما لونها بيبقى لونه احمر، انت نفسك بتبدا تقلق وتقول لا انا عايز افضي مساحه، لانه ممكن يجي عند لحظه معينه ويكراش. تمام. دي الفكره بتاعت مين؟ الميل بومب. اللي بعديه ستين اتاك. ايه حوار ستين اتاك ده؟ نفتكر كده، لو انا عندي سورس عايز يروح يوصل لديستنيشن معين، ده بي سي وده سيرفر عايز اوصل، وهفترض ان احنا كنا شغالين تي سي بي. في التي سي بي كان البي سي في البدايه خالص بيبعت ايه؟ سن. بيبعت ايه يا شباب؟ سن. يقوم الديستنيشن السيرفر رادد؟ لا. ها؟ سن وايه كمان؟ اكنولج. اكنولج على السن ويبعت هو كمان سن. المفترض ان البي سي يروح باعت اكنولج على السن دي، مش هيبعت حاجه، اصل الراجل ده اتاكر. تمام؟ معنى كده ان السيشن دي كملت؟ ما كملتش. فبنسميها هاف اوبن سيشن. بنسميها ايه؟ هاف اوبن سيشن. ايه تاثير الهاف اوبن سيشن ده بقى؟ قال لك دلوقتي السيشن ما كملتش، البي سي الرخم الراجل الاتاكر يروح باعت سن جديده، ده يروح زي الاهبل باعت سن واكنولج، ده يروح باعت سن جديده، ده يبعت سن واكنولج. واخدين بالكم ان مفيش ولا سيشن اساسا كملت، صح؟ كنا قلنا زمان ان اي ديستنيشن في الدنيا بيبقى محدد لنفسه عدد معين من اللوجيكال سيشنز، صح؟ فانا هفترض هنا مثلا ان السيرفر ده متاح عليه 100 لوجيكال سيشن. طب ما هو العيل الثقيل ده استهلك لوحده اصلا ال 100 افيلابل سيشن. يجي اي يوزر بعد كده ليجيتيميت عشان يدخل على السيرفر، مفيش افيلابل عنده خالص لوجيكال سيشن، صح؟ وعشان كده النوع ده من الاتاك بنسميه ايه؟ سيل اتاك. طب والحل؟ قال لك ان انا ممكن مثلا هفترض ان ده راوتر، لو ده راوتر على سبيل المثال، ممكن اجي على راوتر او حتى السيرفر اقول له لو السيشن دي فضلت هاف اوبن لمده كذا، سي مثلا 30 ثانيه، ابدا ان انت اعمل لها تير داون، وقعها. تمام. لو عدد السيشنات بتاعتي المستخدمه يعني على السيرفر ده وصلت مثلا ل 90، ابدا اعمل دروب لبعض السيشنز، يا اما الليتست يا اما راندوم. فكل حاجه وليها حل. تمام. ده بالنسبه لمين؟ للسن اتاك. يبقى تاني الدوس اتاك معناه ايه؟ ان انا عايزه اخلي السيرفيس ان افيلابل بالنسبه لليوزر. اللي اخطر منه مليون مره الدي دوس، الديستريبيوتد دوس. ليه بقى؟ الدوس ده انا ممكن اعرف مين اللي بيعمل عليا اتاك، وبعد كده كنوع من العقاب ليه احط الاي بي بتاعه في البلاك ليست، ما يعرفش يدخل عليا تاني. او كنوع من العقاب الاقل شويه اخليه مثلا لمده 24 ساعه ما يقدرش يدخل عليا. ماشي يا رفاعي. اللي اخطر منه اللي هو مين؟ الديدوس. ايه الديدوس ده بقى؟ قال لك عندي مجموعه من اليوزرز ليجيتيميت يوزرز الناس انسنت عاديه جدا، تمام؟ وده الاتاكر وده السيرفر وده الاتاكر، ودي الاجهزه بتاعتي، جهاز اي بي سي دي اي. المشكله دلوقتي ان الاتاكر لو عمل اتاك بنفسه على السيرفر، اتفقنا ان السيرفر هيعرف، صح؟ وعشان كده
الاتاكر اصلا هيبدا ان هو يخترق مين؟ الاجهزه ذات نفسها، ويخلي الاجهزه ذات نفسها هي اللي في الباك جراوند تخترق مين؟ السيرفر. السيرفر مش قادر يحدد مين اللي بيخترقه لسبب، لان كل واحد رايح له بالسيشن واحده بس، وبالتالي مش قادر يحدد ان كان ده اتاك ولا ليجيتيميت عادي. تمام؟ يبقى انت اساسا قاعد كده في البيت والراوتر بتاعك او البي سي بتاعك واتفر عمال يأتاك على ديستنيشن معين وانت ولا في دماغك اساسا. وده من اصعب انواع الاتاك تاني، لان السيرفر مش قادر يحدد ده ايه بالظبط. تمام؟ طب اساسا الاتاكر ازاي ان هو قدر ان هو يخترق الليجيتيميت يوزرز دول او الانسنت دول؟ ممكن يكون نازل على كاس الكمبيوتر فيروس او تروجن. تمام؟ في بعض انواع الفيروسات لو نزلت على الجهاز بتفتح بورد، ما احنا دايما قايلين ان بورد مفتوح بيساوي فولنربيلتي. فاكرين نوع الاتاك اللي كان حصل قبل كده على جوجل على الاربع تمانيات؟ كان تقريبا جزء كبير جدا من العالم عمل اتاك عليه ساعتها، خصوصا كمان ان هم استغلوا الناس الاتاكرز دول استغلوا التكنولوجي بتاعت الاي او تي انترنت اوف ثينجز، فبقوا بيخلوا ثينجز عاديه اساسا كونكتد بالانترنت تاتاك على جوجل. تمام؟ اهو ده نوع من انواع مين؟ الديوس اتاك. ده نوع من انواع ايه يا شباب؟ الديوس اتاك. تمام؟ فتاني ازاي اساسا الاتاكر قدر ان هو يخترق الانسنت ديفايسز دي؟ عن طريق ان الديفايسز دي ممكن يكون نازل عليها فيروس. في بعض انواع الفيروس زي ما اتفقنا بتفتح بورت، وطالما في بورت اتفتح الراجل ده بيعمل بورت سكان، بالصدفه اكتشف ان الجهاز ده او الاي بي ده عليه بورت مفتوح اخترقه عن طريق. تمام؟ ايه بقى الفرق ما بين الفيروس والورم والتروجن هورس؟ الفيروس ده معناه يعني مثلا لا قدر الله هفترض دلوقتي ان الفلاشه بتاعت صلاح متفيروس. تمام؟ مجرد ما احط الفلاشه في اللاب كده مش معناها ان اللاب فيروس. امال لو انا عملت دبل كليك على الفلاشه كده اللاب بتاعي فيروس. تمام؟ ورم بقى بالظبط ممكن اه. تمام؟ ورم بقى، ورم يعني دوده بتنخر. يعني ايه؟ لو لا قدر الله الفلاشه دي متفيرسه او محطوط عليها ورم، تمام، هو ماليشيس كود برضه، هو كود ماليشيس. تمام؟ بس الفرق بقى انك مجرد ما تحط الفلاشه اللاب بالكامل الفيروس، والفيروس كمان هيخترق الشبكه. يعني لو في بقى شيرنج بيرميشنز ما بين الاجهزه وكده، الفيروس ده ايه؟ عمال ينخر كده في الشبكه بتاعتي. وده من اصعب انواع الميتيجيشن، لان انت لازم ساعتها يعني تعزل الجزء ده كله. تمام؟ التروجن هورس عارفين طبعا اللي هي الاسطوره بتاعت حصان طروادة بتاعت كعب اخيل. تمام؟ نعم؟ الفكره الثانيه ان حصان طروادة كان مستخبي او كان الجنود مستخبيين جوه حصان طروادة، صح؟ نفس الفكره بالظبط، فيروس مستخبي جوه برنامج، والبرنامج ده شكله انسنت عادي جدا. تمام؟ فالفكره تاني ان انا عندي فيروس مستخبي جوه مين؟ برنامج. تمام؟ مجرد ما تيجي تدوس كليك على البرنامج عشان تشغله الفيروس ينتشر في كل حته. واضحه؟ تمام. طبعا تحمي نفسك ازاي؟ انتي فيروس على اللاب. انتي فيروس على اللاب كل الملف. والمفترض طبعا ان انت بتعمل ابديت، عشان في بعض الملفات الابديت اللي بتنزل بتسد ثغرات معينه، زي مثلا بروتوكول الصمبا، عشان الفيروس اللي كان نازل بتاع الرانسوم كان بسبب اساسا بروتوكول الصمبا. تمام؟ تحمي نفسك دلوقتي ازاي من الاتاك؟ اول حاجه عن طريق فاير وول. عن طريق ايه؟ فاير وول. احور الفاير وول ده بقى كترجمه، فاير وول معناه جدار ناري. ان طبعا كل كاس كمبيوتر بيبقى نازل مع الويندوز اساسا فاير وول. تمام؟ الانتي فيروس دلوقتي كلها بتنزل معاها فاير وول، بس انا مش عايزه الف على جهاز عندي في الشبكه وابدا ان انا اسطب عليها فاير وول، صح؟ طب والحل؟ قال لك ايه رايك ان انت تجيب فاير وول ديفايس اساسا؟ الفاير وول ده بيبقى ليه كارتين شبكه، كارت متوصل عندك بالراوتر، والكارت التاني متوصل بسويتش، والسويتش بعد كده موزع على الاجهزه بتاعتك. تمام؟ فده تاني الفاير وول، وده الراوتر، وده السويتش موزع على اجهزه الكمبيوتر بتاعتك اللي فيه. تمام؟ ايه الفاير وول ده بقى؟ عباره عن ايه؟ قال لك حاجه من الاثنين، يا اما جهاز هاردوير يا اما جهاز سوفت وير. ايه الفرق؟ جهاز هاردوير على سبيل المثال مثلا هو شبه الراوتر اللي جوه ده. تمام؟ على سبيل المثال
سيسكو كان عندها بيكس فاير وول، كان عندها ايه؟ بيكس فاير وول. بعد كده الجيل اللي بعديه اي اس اي فاير وول، ده برضو بتاع سيسكو. بعد كده الفاير باور، ده النكست جينيريشن فاير باور، ده اللي قلت لكم عليه قبل كده، بيتعامل مع كل اكشن عندي على الموقع ذات نفسه كانه ابلكيشن مستقل. يعني تقدر مثلا ان انت تمنع اللايك وتسمح بالكومنت، تمام؟ ده النكست جينيريشن بتاع مين؟ سيسكو. في عندي كمان مثلا بورتجيز، في سوفوس، في بالو التو، ايه تاني، في تشيك بوينت. كل دي انواع هاردوير ديفايس، تمام؟ في بعض انواع الفاير وول التانية، وخدوا بالكم كده من حاجه الاول، خدوها دايما قاعده عامه في حياتكم، اي حاجه هاردوير تبقى اقوى بكتير من السوفت وير. السوفت وير ده بقى جهاز كمبيوتر عادي جدا، تحط له كارتين شبكه وتنزل عليه سوفت وير يحوله لفاير وول. زي على سبيل المثال الايزا فاير وول بتاع مايكروسوفت، طبعا انقرض، تمام؟ ما عدا مكان حكومي برضه هبقول لكم هو مين شغالين ايزا لغايه دلوقتي. في برضه بعديه اللي هو التي ام جي، ده بياكل بلقمته برضه بالظبط، يعني زي الايزا، تمام؟ ده برضه بتاع مايكروسوفت. في مثلا على سبيل المثال اي بي تشين واي بي سيبلز، دي سيرفيسز بتنزل مع لينكس، ده كان لغايه كيرنل على ما اتذكر 2.4، وبعد كده ابتداء من 2.6 بقى عندي الاي بي تيبلز. مش متذكره اي بي تيبلز بدا من كيرنل 2.4 ولا 2.6، تمام؟ المهم بعد كده ابتداء من ريد هات 7 حتى نزل عندي سيرفيس جديده فاير وول دي. فكل دي عباره عن ايه؟ جهاز كمبيوتر ليه كارتين شبكه، وده سوفت وير بينزل يحول لي الجهاز لايه؟ لفاير وول. اول ما بينزل السوفت وير ده بقى، سواء هارد وير او سوفت وير وات ايفر، يعني بيروح مقفل ميه وهواء، بيقفل كل البورتات، بيقفل ايه؟ كل البورتات، لا حد عارف يطلع بره ولا حد عارف يدخل جوه. وبعد كده انت بتكستمايز، بتبدا ان انت تفتح البورتات اللي انت عايزها. بمعنى انت عايز دلوقتي ان اليوزرز اللي عندك في اللان يطلعوا انترنت براوزنج، يبقى تفتح بورت 80 في اتجاه اوت باوند، في اتجاه ايه؟ اوت باوند. افرض بقى دلوقتي ان انت عندك ده اساسا عباره عن ويب سيرفر جوه اللان بتاعتك، دب سيرفر، يبقى انت ساعتها هتفتح بورت كام؟ 80، بس المره دي في اتجاه ايه بقى؟ ان باوند، في اتجاه ايه؟ ان باوند. ودي تبقى اخطر حاجه انت عملتها. ليه؟ لو انت فتحت بورت 80، اي واحد مثلا هيقدر ان هو يدخل على الويب سيرفر ده؟ طب الراجل ده بقى عباره عن اتاكر. مش احنا لسه واخدين ان في نوع اتاك اسمه ريكونسيدنس اتاك، سوري اسفه، تراست اكسبلويتيشن، استغلال ثقه. ما هو دلوقتي اساسا طالما قدر انه يدخل جوه اللين، ممكن يستغل الثقه اللي ما بين الاجهزه دي وياكسس اي جهاز من دول، صح؟ طب والحل اتصرف ازاي؟ اكتر منطقه دايما بتبقى سكيورد عندي في الشبكه بتاعتي هي منطقه اللين، حتى بنشبهها باسم ايه؟ الخرشوف، تمام؟ الخرشوف اضعف ورق بيبقى جوه، فدي اللين. كل ما بتطلع بره اساسا الورق بيبدا ينشف، تمام؟ فكل ما بطلع بره انواع الاتاك او انواع السوري سكيورتي المفروض ان هي بتبقى اقوى، تمام؟ طب تحل المشكله دي ازاي؟ قال لك تعال على الفاير وول وحط له كارت شبكه كمان، وكده كده اساسا الهاردوير ديفايسز بيبقى عليها كارت شبكه تالت، تمام؟ الكارت ده بنسمي المنطقه دي منطقه الدي ان سي. دي ام سي اختصار دي ميلترالايزد زون، كترجمه معناها منطقه محميه عسكريا. ايه المنطقه المحميه عسكريا ده؟ قال لك بتحط لي هنا بقى السيرفرات اللي الناس اللي بره عاده بيحتاجوا ان هم ياكسسوها، زي مين؟ زي الدب دب دب سيرفر، زي الميل سيرفر، على سبيل المثال لو مثلا برضو محتاجه الاف تي في سيرفر، فتحط لي هنا السيرفرات اللي الناس اللي بره محتاجه تاكسسها. فلو انت عايز الناس اللي بره تاكسس اساسا الويب سيرفر، تفتح بورت ايه؟ 80 او 443 من المنطقه بتاعت الوان للمنطقه بتاعت الدي ام سي، من منطقه الوان لمين؟ الدي ام سي، تمام؟ ده في بعض الشركات تقول لك ايه؟ لا 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 لا، مش عاجبني السيناريو ده، انا هنقل اصلا الدب دب دب سيرفر عندي هنا في الليل مع السيرفرات اللي كده كده ما حدش بيقدر ياسسها من بره، زي مثلا الاكتف دايركتوري. الاكتف دايركتوري كده كده بيبقى في منطقه اللين، لاني عاده مش هاكسس الاكتف دايركتوري من بره، تمام؟ طب انا عايزه اكسس الويب سيرفر، قال لك تعالى هنا كده حط لي بورتال. حط لي ايه؟ بورتال، وخلي اليوزر ياكسس البورتال. البورتال ده جهاز كمبيوتر عليه سوفت وير مش اكتر، تمام؟
اليوزر مجرد ما يأكسس البورتال في الباك جراوند من غير ما اليوزر اصلا يحس باي حاجه خالص، البورتال هيعمل له ريدايركشن على الويب سيرفر، وبالتالي لو ده اتكر واخترق البورتال ما في 60 داهيه، ده جهاز كمبيوتر وعليه سوفت وير مش اكتر، لكن برضه ما قدرش يدخل على مين؟ على الويب سيرفر بتاعي. واضحه كده حوار الفاير وول؟ تمام. من ضمن انواع برضه الديفايسز اللي بنحتاجها عشان تحمي الشبكه بتاعتي الاي دي اس والاي بي اس. ايه الفرق ما بينهم؟ اي دي اس انتروجن ديتكشن سيستم، وعندي الجيل اللي بعديه اي بي اس انتروجن بريفنشن سيستم. ايه الفرق ما بينهم؟ قال لك الجيل القديم زي ما اتفقنا كان اسمه ايه؟ اي دي اس. الفكره بتاعته ان انا عندي سويتش، السويتش ده كونكتد هنا بالانترنت عن طريق طبعا راوتر، تمام، وفي عندي هنا مجموعه من الاجهزه. يبقى تاني ده راوتر رابطني بالانترنت، ده سويتش، وعندي هنا الاجهزه اللي جوه اللاند بتاعتي. افرض دلوقتي ان حصل اتاك من بره، اي اتاك في الدنيا بيبقى له سيجنتشر معين. سيجنتشر يعني ايه؟ زي ما كل واحد فينا ليه بصمه ما بتطبقش مع حد تاني، مفيش اتنين ليهم نفس البصمه، نفس الكلام بالظبط كل نوع من انواع الفيروسز او نوع الاتاك بيبقى ليه سيجنتشر خاص بيه. ليه سيجنتشر ايه؟ خاص بيه. اقول لك على حاجه، لما انت دلوقتي بتعمل ابديت للانتي فيروس بتاعك، هو اصلا عارف ازاي ان فيه فيروسز جديده؟ اي فيروس في الدنيا بيبقى له سيجنتشر معين، فبيعمل داونلود للسيجنتشرز الجديده، تمام. فتاني حصل عندي اتاك، قال لك ان عشان كنوع من الحمايه انا ممكن دلوقتي اجي على سويتش اوصل عليه جهاز اسمه اي دي اس. الاي دي اس ده برضه نفس الكلام، يا اما جهاز هاردوير ديفايس بشتريه اسمه اي دي اس، يا اما جهاز كمبيوتر زي مثلا ويندوز سيرفر 2003 مثلا على سبيل المثال، وبنزل عليه سوفت وير اشهرهم اسمه سنورت، تمام. والسنورت ده بحط عليه السيجنتشرز بتاعه اللي هي الاتاك بتاعتي، فاللي هيحصل ان اي اتاك هيجي يدخل هعمل هنا كونفيجريشن كده على البورت ده، هناخده باذن الله اسمه سبان. سبان سبان ده معناه ان اي ترافيك جاي لي من البورت ده اخد منه كوبي ابعته على مين؟ على الاي دي اس، تمام. وكده كده الاتاك دخل. الاي دي اس ده بقى اكتشف ان ده اتاك، انت بتعمل له كونفيجريشن بقى بطريقه معينه، يبعت اس ام اس للادمن، يبعت ايميل للادمن. المشكله ان الاتاك اوريدي خلاص حصل. في بعض انواع الاي دي اس اذكى شويه، تروح بعت مثلا للفاير وول تقول له لا امنع الترافيك ده، بس المشكله ان في جزء من الاتاك اوريدي دخل، تمام. ودي مشكله الاي دي اس. عشان كده الجيل اللي بعديه كان اسمه ايه؟ اي بي اس. ايه الفكره بتاعت الاي بي اس؟ قال لك ان الاي بي اس بريفنشن، بيمنع الاتاك، لانه اساسا بيبقى في المسار بتاع الاتاك. بمعنى ده دلوقتي الراوتر كونكتد بالاي بي اس، والاي بي اس هو اللي كونكتد على السويتش عن طريق ايه؟ عندي جهاز ايه؟ جهاز بي، وده الاي بي اس، وده الراوتر. فلو حصل عندي هنا اساسا نوع من انواع الاتاك، كده كده في وشه مين؟ الاي بي اس، تمام؟ هيمنع الاتاك. وده ساعات بيعمل شويه مشاكل عندنا في الشركه، لان ممكن يكون اتاك عادي بس الاي بي اس حاسس بيه ان هو، او اسا ترافيك عادي لكن الاي بي اس حاسس ان هو ايه؟ عشان كده الاي بي اس انت ممكن تشغله كمان في الـ لا اسمه ايه؟ اسكي سمود، تمام؟ فممكن ان انت تشغله كباسيف. لو انت شغلته كباسيف يعني بتعامل معاه كانه بالظبط اي دي اس، ممكن تشغله كايه؟ كاي دي اس. واضح الفرق ما بين الاثنين؟ تمام. ده بالنسبه للاي دي اس وبالنسبه للاي بي اس. عشان احمي الشبكه بتاعتي برضو ممكن ان انا استخدم برضو دي بي ان. استخدم ايه؟ دي بي ان. ودي مش هناخدها دلوقتي اساسا، لان كده كده هناخد محاضره كامله على الدي بي ان كنظري، ماشي. تعالوا نشوف بقى وصلنا لايه كده. صح، ومشكوك جدا ان الرانسوم اساسا اللي عملته كسر. في ناس كتير جدا شاكه في الحوار ده. عشان تشتغل من بتاع صح،
ما تدخلناش بقى دلوقتي في متاهات من دي. تعالوا نبص كده بسرعة على الشابتر ده، هتلاقي ان تقريبا كده ايه جزء كبير جدا منه خلصناه، الدوس والثري دوس وبعض المصطلحات، وجايب لي هنا بعض انواع الاجهزة، الاي اس اي فاير وول، النيك كنت كلمتكم عنه في اول الكورس خالص، نتورك ادميشن كنترول، تمام، وازاي ان انا بظبط السكيورتي على الراوتر على سبيل المثال امر سيرفيس باستورد انكريبشن، بيشفر انواع الباستوردات كلها ل 7، تمام، سكيورتي باستورد مينيمم لينث 10. الامر ده احنا مش اخدناه مع بعض قبل كده بس متهيألي يعني واضح قوي. ده معناه ان اي باستوردات جديده، القديم خلاص، اي باستوردات جديده عشان اقدر ان انا اكتبها اساسا لازم المينيمم لينث بتاعها يكون قد ايه؟ 10، تمام. بعد كده هيراجع مراجعه سريعه عن الاس اس اتش، تمام، والكونفيجريشن بتاعته بتتم ازاي، بحط الهوست نيم والدومين نيم والكريبتو كي ومش عارفه مين الكلام ده كله، تمام. لو انا عايزه صحيح ان انا اكونكت اللي انا عملنا قبل كده مع بعض، ان انا عملت كونكت من راوتر لراوتر، صح، لكن لو انا عايزه اكونكت مثلا من بي سي لراوتر مفيش مشكله، استخدم اي تول زي مثلا التيرا تيرم، هنا كنا بنكتب ان انا عايزه ان انا اكونكت بالتلنت مثلا، لا ساعتها هتختار الاس اس اتش، حط لي لوحده بورت 22 وتحط لي الاي بي بتاع الراوتر، تمام، او السويتش وات ايفر انت عايز تكونكت على ايه. مجرد ما تقول له اوكي هيطلع لك برومبت طالب منك يوزر نيم وبعد كده باسورد وبعد كده يدخلك على مين؟ على الراوتر، تمام. طيب في بعض انواع السيرفيسز اللي بتبقى موجوده اساسا انيبلد باي ديفولت على الراوتر، والسيرفيسز دي ليجاسي خلاص تراثيه، كان زمان ليها استخدام انما دلوقتي في الموديلات الجديده او في النتوركس الجديده ما بقيناش محتاجينها، تمام، لكن لا زالت انيبلد على بعض الاي او اسز، وبالتالي ممكن ان هي تتسبب لي في فولنربيلتي في ثغره على السيستم، تمام، زي مثلا الفينجر. الفينجر دي خلاص انقرضت، دي كان اصلا سيرفيس على اجهزه اليونكس واللينكس القديمه، عن طريقها بعرف مين كل الناس اللي لوجد ان على السيستم، ايه لازمه حاجه زي دي دلوقتي، تمام. سيرفيس مثلا زي الاتش تي تي بي، الاتش تي تي بي دي انا محتاجها لما اكون عايزه اكونكت على الراوتر عن طريق براوزر. طب افرض دلوقتي ان انا مش عايزه اكونكت على الراوتر عن طريق براوزر، ايه لازمتها ان هي تبقى انيبل، تمام. فبعض الاي او اسز بتبقى انيبلد باي ديفولت وبعض الاي او اسز بتبقى ديسيبلد باي ديفولت. فالفكره تاني ان انا عندي مجموعه من السيرفيسز بتبقى انيبلد باي ديفولت ورغم ان انا مش محتاجاها، تمام، مجموعه كبيره جدا من السيرفيسز بالمناسبه. طب المطلوب مني دلوقتي ان انا اوقف السيرفيسز دي، هقعد بقى امسك كل سيرفيس واحده واحده اكتب الامر اللي بيعمل لها ديسيبل، مش هخلص، دي مش سيرفيس ولا اتنين ولا تلاته، تمام. وعشان كده عندي فيتشر على الراوتر اسمه اوتو سكيور، فيتشر اسمه ايه؟ اوتو سكيور. ايه الفيتشر بتاع الاوتو سكيور ده؟ قال لك ان ليه كذا مود بنشتغل بيهم على سبيل المثال الفول والنو انتراكت. ايه الفرق ما بينهم؟ قال لك الفول ده بيشبهه يعني بنشبهه كده بالست اب مود، يبدا يسالني مجموعه كبيره من الاسئله وانا اجاوب، ايه رايك؟ الراوتر ده كونكتد على الانترنت ولا لا؟ وانا اجاوب، ما هو لو كونكتد على الانترنت هيحتاج سيرفيسز معينه يفتحها وسيرفيسز يقفلها. لو انا قلت له لا مش كونكتد على الانترنت، في سيرفيسز ثانيه ممكن يحتاجها، تمام. طيب الراوتر ده مثلا عايزه تشغلي عليه الاس اس اتش ولا لا؟ الراوتر ده مش عارفه ايه، فيبدا عايزه تشغلي السيرفيس الفلانيه ولا لا، فيبدا يسالني اسئله كتير وانا جاوب بالظبط، تمام. انما لا 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 مش كل الاسئله برضو مش زي ما انت متخيل، هنشوفها دلوقتي. انما نو انتراكت، نو انتراكت سيسكو عامله بوليسي تمبلت معينه للسكيورتي، من وجهه نظر سيسكو هي شايفه ان ده صح، فلو انا قلت له نو انتراكت يبقى انا كده بقول له طبق البوليسي بتاعت مين؟ سيسكو، تمام. تعالوا نجرب الكلام ده كده، عندي راوتر لو جينا نشغله كده نكونكت بقى كده على الراوتر ده، الكونفيجريشن بتاعت الاوتو سكيور في الانيبل مود جاست ان انا هاجي كده هنا واقول له اوتو سكيور، لو استخدمت الهيل لو ضغطت انتر انا كده شغاله في الفول مود سواء ده او ده انتر اكتر، تمام. فلو انا قلت له دلوقتي كده انتر زي ما اتفقنا هيبدا يسالني اسئله، از ذس راوتر كونكت تو ذا انترنت؟ طب لو انا قلت له نو مثلا انتر، بصوا عمل ايه؟ ده اللي اقصده يا عمرو، مش انت هتقفل كل السيرفيس بايدك، جاست ان انت قلت له نو قام قايل لي قام قافل لي السيرفيس بتاعت الفينجر والباد والتي سي بي واليو دي بي سمول سيرفيس ومش عارفه قام عامل لي انيبل للباستور انكريبشن وتي سي بي كيب الايف ان ومش اخدت بالك؟ تمام؟
طيب نكمل. بيقول لي دلوقتي حطي لي بانر، ابدأي لي بأي كاركتر وانهي بأي كاركتر وحطي لي في ايه بانر. حاضر. هلو وورلد، وانهي بنفس الديليمتر، مش شرط يبقى حرف الكي. طيب حطي لي انيبل للباسورد، الباسورد على الانيبل مود يعني سيكريت. حاضر. لازم تكون مينيمم 6 كاركتر لانه بيطبق الامر من شويه اللي احنا شفناه بتاع المينيمم لينس. طلب مني بعد كده انيبل باسورد مش انيبل سيكريت، تمام؟ هحطها وما ينفعش يكون نفس القيمه، هيرفضها. فهحط له مثلا 4 5 6 7 8 9، تمام؟ طالب مني بعد كده ان انا اكريت له يوزر والباسورد بتاعتي برضو مينيمم كام؟ 6. بيقول لي دلوقتي ياد خليك معايا يلا. البلوكينج مالكش دعوه بيه، سيبك مني. البلوكينج بيريد واللوجن اتاك ديتكتد. افرض دلوقتي ان حد بيجرب الباسورد ببرامج بروت فورس اتاك، فكتب الباسورد مثلا 5 مرات في خلال 30 ثانيه. 5 مرات غلط في خلال 30 ثانيه، مش اغلب الظن ان ده حد بيجرب؟ فانا ممكن ساعتها حتى لو كتب الباسورد صح امنعه، اعمل له لوك بالظبط كده، اعمل له لوك بحيث انه ما يتمنع انه يدخل على الراوتر حتى لو كتب الباسورد صح لمده مثلا 5 دقائق. تمام؟ فانا مثلا هقول له لوكينج بيريود، ده عايز هنا الفتره، ان مثلا وين لوجن اتاك ديتكتد ممكن اقول له 300 ثانيه مثلا. 300 ثانيه، تمام؟ ماكسيمم لوجن 5 30. ايه اللي انا كتبته ده بقى؟ ده معناه ان لو اليوزر كتب 5 مرات بس بغلط في خلال 30 ثانيه همنعه يدخل على الراوتر لمده 300 ثانيه. تمام؟ طيب عايزه تشغلي الاس اس اتش ولا لا؟ طب لو قلت له يس انتر لوحده كده هيجنريت حجم كي 1024 من غير ما احدد له حجم كي، الديفولت بتاعه كده كام؟ 1024. طب الدومين نيم، حاضر يا عم، سيسكو دوت كوم. عايزه تشغلي الراوتر ده از فاير وول سي باك فاير وول. الراوتر ينفع ان انا اشغله اساسا فاير وول، وينفع ان انا اشغله اي بي اس كمان بالمناسبه، بس طبعا مش ريكومندد، يفضل ان انا بشتري هاردوير ديفايس ديديكيتد يعني. تمام؟ بيقول لي عايزه تشغليه كسي باك فاير وول ولا لا؟ هقول له نو، لان احنا اصلا ما اخدناش اساسا الفاير وول هنا. انيبل تي سي بي انترسبت، برضه هقول له نو لان احنا برضه ما اخدناش حوار التي سي بي انترسبت، هتاخدوه في الان اس كيورتي ان شاء الله. بصوا ايه اللي حصل؟ شوفوا وقف لي كام سيرفيس وشغل كام حاجه. مثلا هنا كريت لي الباسورد عبير وشفرها لي بال 7، تمام؟ هنا برضو مثلا دي اللي بقول لكم عليها، لا مش دي، اهي سكيورتي باسورد مينيمم لينث 6، صح؟ ادي صفحه كونفجريشن الثانيه الثالثه الرابعه، 4 صفحات من الكونفجريشن. وفي الاخر بيقول لي اطبق لك الكونفجريشن دي على شو رانينج ولا لا؟ على رانينج كونفج ولا لا؟ لو انا قلت له دلوقتي يس، بص بيجنريت حجم فيه كام؟ 1024. لو قلت له دلوقتي شو رانينج انتر، بص كميه كونفيجريشن قد ايه؟ انا ما عملتهاش. واضح يا عم؟ فمش هيسال على سيرفيس سيرفيس، لوكشا لوكشا كده. تمام؟ ده بالنسبه لمين؟ للفول مود. طب لو انا عايز اشتغل في النو انتر اكت، نو انتر اكت يعني مش يسالني، ما يبقاش انتر اكتف معايا. هقول له اوتو سكيور نو انتر اكت، كل اللي فيها طلب مني ايه؟ البانر بس. انت بصوا ما عملش ولا سالني اي حاجه، تمام؟ في الاي او اس القديمه كان بيبقى فيه شويه قلق من ده. ليه؟ افرض ان انا كنت كونكتد على الراوتر ريموتلي اساسا عن طريق براوزر، عن طريق اتش تي بي او اتش بي اس، تمام؟ فكان بيروح قافله فش. في الاي او اس الجديده لا، بقى بيظبط الحته دي. طب افرض ان هو قفل الاتش تي بي او الاتش بي اس، او عندك مثلا سيرفيس معين هو قفلها وانت عايز تفتحها، لازم ساعتها انت بقى تكون حافظ الامر بتاعها. يعني مثلا لو عايز افتح على الراوتر ده بورت 80 هقول له اي بي اتش تي تي بي 0، تمام؟ يبقى انا كده فتحت بورت 80 عشان اكونكت عليه عن طريق براوزر من بعيد، تمام؟ لو عايز افتح عليه مثلا بورت سكيور سيرفر عشان اكونكت عليه عن طريق اتش بي اس، عشان اكونكت عن طريق ايه؟ اتش بي اس. فقال لي ان هو بيجنريت حجم كي 1024 عن طريق الجوريزم ار اس اي رايتست شهير ادلمان اللي كنا شفناه مع الاس اس اتش. ريفايس ريفايس لا عبير عبير عيب كده عبير. ماشي؟ طيب
ده بالنسبه للحوار بتاع مين الاوتو سكيور. بعد كده هيكلمني ازاي ان انا اسكيور الراوتنج بروتوكول. بالنسبه للباسيف انترفيس، احنا اخدنا قبل كده الباسيف انترفيس ان الراوتر ساعتها الشبكه ذات نفسها بتاعت الانترفيس ده بيزح عادي، لكن مش بيبعت هيلو، وريكومندد ان اي انترفيس رابطني باللين احوله الباسيف انترفيس، صح؟ في الريب البيهيفير مختلف شويه. في الريب لو انا جيت على اي انترفيس حولته الباسيف، فالراوتر ده ساعتها بيلسن على الانترفيس ده لكن ما بيزعش، الشبكه بتاعت الانترفيس ده ما بيزعش، بس بيلسن على الشبكات اللي جايه له عادي، تمام؟ بعد كده ازاي ان انا بسكيور اساسا الابديت اللي بيتنقل ما بين الراوترز، سواء عن طريق الريب بقى او الاو اس اف اللي هي بقى سلسله المفاتيح بقى والاوثنتيكيشن والحوارات دي كلها. فاعتقد ان احنا مقفلينها تقفيله محترمه، صح؟ وده الفيتشر بتاع الاوتو سكيور. ده بيكلمني هنا عن برودكت اسمه اس تي ام. الاس تي ام ده خلاص انقرض، تمام؟ ظهر بعديه سي سي دي وانقرض هو كمان. دي كلها كانت تولز كده بتساعدني ان انا اكونكت على الراوتر عن طريق جرافيك زي ما انتوا بتكونكتوا على الدي اس ال، تمام؟ ليه انقرضت؟ لان مشكله مثلا البرامج دي كلها ان هي بتتعامل مع فيرجنز معينه من الجافا. فلو انت دلوقتي مثلا سبت الويندوز بتاعك يعمل ابديت للجافا، هيجي عند مرحله معينه مش ممكن، ده كان بيهيس والدنيا بتتعك، تسهر البرودكت ده سنه ولا سنتين، مايكروسوفت بعد كده تشيل ايدها من عليه اساسا وتشيل السبورت من عليه، تمام؟ فاخر حاجه كانت عملته اللي هو السي سي بي، وبرده شالت السبورت من عليه، تمام؟ دي ازاي ان انا اساسا. وبالمناسبه مش جاست ان انا اسطب البرنامج اكونكت، لا ده كان لازم في كونفيجريشن تتعمل اساسا على الراوتر عشان اسمح ان انا اكونكت عليه من بعيد عن طريق الاس تي ام او السي سي بي، تمام؟ وده شكل البرودكت اهو وازاي بعمل له كونفيجريشن. بعد كده شو فايل سيستم لو عايز اعرف ايه ملفات السيستم والاي او اس. اعتقد برضو قفلنا الاي او اس تقفيله محترمه، صح؟ تمام. لو انا عايزه اكبير بقى الاي او اس على سبيل المثال انقله على تي اف تي بي سيرفر، عشان لا قدر الله لو الاي او اس ضرب ولا حاجه اقدر ان انا ارجعه تاني. بالظبط، تمام. عشان ارجعه تاني في كذا طريقه. طريقه منهم اللي قدامكم دي، طبعا طالما الاي او اس طار اغلب الظن انه هيدخلني على الرون، صح؟ هكتب له الاي بي ادرس بتاع الراوتر والسبنت ماسك والجيت واي لو التي اف تي بي سيرفر في مكان تاني في نتورك تانيه، واديله عنوان التي اف تي بي سيرفر، واديله عنوان التي اف تي بي فايل اللي انا عايز اعمله داونلود، وبعد كده جاست ان انا هقول له تي اف تي بي داونلود، بس هيبدا يعمل داونلود للملف ده من على التي اف تي بي سيرفر، تمام؟ دي طريقه. الطريقه الثانيه اللي هي عن طريق اكس مودم، ودي طريقه بصراحه يعني سيبوكوا منها، بطيئه جدا وممله جدا، يعني هي مره واحده اللي عملتها في حياتي وحلفت ما انا عاملاها دي، تمام؟ وده الامر بتاعها فسيبوكوا منه خالص يعني. طيب بعد كده شرح بسيط كده ايه الفرق ما بين شو دي باج، واعتقد طول الكورس اتهرينا شو دي باج، تمام؟ واخر حاجه خالص هيكلمني عن الباسورد ريكفري. يا ايوه اللي من زمان ده. في اي مشكله في الجزء بتاع السكيورتي؟